كان 3 ماتشات في نفس التوقيت، 3 ماتشات كانوا هيحددوا بشكل كبير جدا مين اللي هيبقى ومين اللي هينزل يهبط بجانب الداخليه. الاسماعيلي والمقاولين 1-1، تاكد بقاء الاسماعيلي وهبوط المقاولين، وكده المقاولين كانت تقدم 1-0 لمحمد سالم وتعادل عبد الرحمن مجدي من ضربه جزاء. الاسماعيلي في المركز ال 14 33 نقطه، المقاولين العرب في المركز ال 17 26 نقطه. يا رب ما اشوفش الاسماعيلي في المركز ده تاني، مركز ال 14، يا رب ما تحصلش ابدا ان الاسماعيلي، كفايه بقى كفايه. الاسماعيلي عيب قوي ان احنا بنقول الاسماعيلي بقي في الدوري، يعني بصراحه دمها تقيل، انا شخصيا شايف ان دمها تقيل. الاسماعيلي باسمه وتاريخه ونجومه وجماهيره واداراته واسماء العظيمه اللي في اسماعيليه كلها صعبه جدا. البنك الاهلي مع فاركو 0-0، يعني الاثنين حبايب واخوات والاثنين ايه تمام يعني زي الفل. دي اهداف مباراه الجونه بقى والبلديه، قمه الاثاره، قمه الاثاره اللي حضرتك هتشوفها دلوقتي. المباراه اللي انتهت الاول الجونه جاب زي ما انتم شايفين ده اللي هيبقى الهدف الاول لفريق الجونه 1-0. بعد كده هيتعادل بلديه المحله 1-1، وهجوم بقى شرس للبلديه لان الحكم ادى 9 دقائق وقت محتسب بدلا من الضائع. ده الهدف بتاع البلديه والهدف اللي سجله حسام اشرف. حسام اشرف واحد من اللعيبه، شوف فيرود محمد اشرف، محمد اشرف هدف رائع، هدف رائع جدا. وكده انتهت النتيجه، كده بقت 1-1. بنلعب بقى في الدقيقه 9 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، خلاص 1-1. بص الهجمه المرتده بقى، وبص ارض، بص الوحش، وحش بجد، فاد الكوره رائع رائع رائع، وبيعمل العرضيه وهدف بقاء الجونه في الدوري الممتاز، وهدف هبوط بلديه المحله لدوري الممتاز به او دوري الدرجه الثانيه او دوري المحترفين زي ما انت عايز تسميه سميه، لكن هدف قاسي جدا، هدف قعد فرقه ونزل فرقه. ده ماتش المقاولين والاسماعيلي، اللي التقدم كان للمقاولين في الدقيقه 73 لمحمد سالم. مهاجم كويس جدا على فكره، من الناس اللي عملت دوري كويس مع المقاولين برغم ان المقاولين هبط، لكن محمد من اللعيبه المهاجمين اللي عملوا دوري كويس جدا. ودي ضربه الجزاء اللي احتسبها الحكم، دخل عبد الرحمن مجدي وبيسجل هدف التعادل، هدف البقاء رسمي للنادي الاسماعيلي 1-1. وقلت لحضراتكم البنك الاهلي مع فاركو انتهى بالتعادل السلبي بدون اهداف.